جعفر الصادق مر والبابا مر والبابا يسوي أبيهس يكون أبورتان قلنا الشيعات ويكون أبورتان أرجع تشفير معناها هو ذيك سدي أو استحتحت أما ديك إسك كينيت ما بقى أصلا تشفير إذن كوبا بارا قاموس كبار أرجع تشفير تشفير أو محي هيدا شفرة أو فع بسم الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كليب كان وكليب عدين يتوضيحين أن عدين إنه كليب هذا كهر هري لوجو بهي بيج كيجة كاس أكهل اللي هيي قضيت كصاحب النبي هو يدي عليه الصلاة والسلام على آله مصير كذا ماشى يكون بينيسي وذا اللي رد أبوكر حسن مالن أن هذا كهر وجوابني محاضرة ديربن أوجد جوابني مركم محاضرة دي قبل كم إذا أما كليب كم إذا يلا سوق هذا أو بيج كيجة لوجو بهي كليب كان ضمي اللي بهي محاضرة دي هرك كم إذا هذا يبوق السميعي بوق بدن أي كذا شيء إن تاجرياشي يأرضي أبوكر حسن مالنا وحيوار كان إن شيخ خودي اللي واحد جد بي وحي باللعبان إني أنا جاي صادران فريمة قائة قار تهديدات يعقد جلين يوحيا بالله مذا أرتا صار أمرك إن العدايو وإذا تكلمت جير أيان الجواب من هذا كهر مد وحكوسة بسنة أراه حرا ويسوق دبي أو وكدبي مولانا أبو طالب وضد سوماليا دو أميسان أبو طالب إنه مسلم أها أما محايا دي حفلة دو السمية أيوه حكوت المامي فعل كولاسي إنه يهي واحد توحيد كديدكو أو دينة إسلام كدوميناي وإسلام كي يردن يعني دقال قاوان لغسو قادي حرب سافر لغسو قادي دقال انقذن لغسو قمتن وتوحيد كي لغسو قادي مركلة أنو جوابنين وحوكها اللي هي نسيد علماء أهل السنة أغوك لقيب سينهين موقف أهان إن نبي هو يدي أبيهم أهل النار بام سواء أهل الجنة ومشركين بام سنمين أنهين بركا وحوك لقاضي اللبات تيم آمن سن إني أهين مشركين والعياذ بالله هي تيم أن آمن سنة بركا حول نبي هو يدي شيخبل يشيخبل 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 وحيقبين إني مشركات هذه النار تكون جرت لبضع قضية ضاد وذات كهذا لا يعني سبر برقك السمايني يضو أن عديني منا إنه ما ركتي سجل عسن أوجه الله أو ما ركتي ودب عسن أوجه الله منا سق لفسن بركو كه الله يتن أبو طالب كصاب سن أت بو أت كي وحور يردت كسيدة أمين سن توحيد كأيديت كوين ودين تأيديت كوين ودين تأي حيد كهري معنا يعني والد طالب كصحيحين غير كود كل قرآن كو وشجين وقلمه وكل أنت أي ما أنت سماري وحلاجنا دعسينا مسلم وأها الزيارة الله ده وإسلام كي يردن يعني الدجال قاول لغو سو قادو حرب سافر لغو سو قادو دجال انقذنا لغو سو قمتن وتوحيد كي لغو سو قادو يو مركو كهل لا يكو أمن سنبي قوي دي إنا مشركات أهين وحو كده يه مسألة إسك عادي هو اللقابي كرا أو ضد سيدة أمن سنان كران أو أي دليل لها يستان مرنا مركا ما أنا نهي وذات كو إساق أياقا بالنبي قوي دي إنا مشركات أهين والعياذ بالله مركا حسبر برد إنا سيدو تنة أو جل سنها تنا أو ماركت أو أتكي تاسو عدينا يسا إنا يتهي قضيات وقضيات أنكررا أو موقف أن في عناين أو ذاتك ماركتي أو سميعي أما قضيات أن في عناين وأنا سيدنا أنا أرقنا هذا الكسنة كموقنيس مركا متفتو السبب تاغي رياشي سي أرددهيسو أما أيو أي تمان أما أي أبوقان أما أيو نهو اللقو بيان أبورت حكمان بيان أبورانين وحيابها إنه حاكم إذا هذا الكسب قيب سوق قاضي نعم قيب سوق قاضي قف قف مركم حاضر جيدين أيه تم حاضر هذا وحكا خصي أو محل شاهد كأي سوق قاضي ردوا جوابي هذا الدائرة كنتم دقيقة إن سوق قاضي مهمة دقيقة أما الله هذه الدقيقة أنا أخصي سي محل شاهد كيد إن لقيت جواب أي أحد وأف صومالي وكل هي يا سوق قاضي كان الجواب مركب بين أبورت كأي شيء يعني ما شو كأي معنيه بفهمين إن أرنتك عليه أقرب إن جوجل بجيب حوي شيخ أقول ما معصوم ولا قليل ولا نقدين هادو بين شيء بين بشيء على الأوران هادو خلدم يقول خلدم على الأوران السبب بين شيء هادو كهرباء من الجوابي وذات كان لفتيس أبو كر حسن مالن وحوي اللي مركو كان لا يتاجر ياش مدرسة أهل البيت كا إن أبو الشيعة ده إن وحيد أهم بويري إمام جعفر صادق بان نأمري إن ليكس كا كان مالن تعاشرة هذا الكاسوب بينه ولي بوحوس ما يرواية وأفعال بكو أخرية وجيب كيسة أو كتب تنو كو لنا أو نو دجي أو نو نبي رواية داس أو يلو حي وحي تاي وحي قبام بول التشفير من الإيمان وفيرس إسقرا عدة أمد ديك إسك كينيدة وحي كم التهاي إيمان كجعفر صادق بس سيدا يلو بيت نهام بول صادق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر صادق مروا البابا مروا البابا يسوي أبيه يكون بيان أبورتان قلنا الشيعة يكون بيان أبورتان
استنكر حتى شيعة أو إسماعيل يان أو يعني سنة كبيرة مرة إسماعيل أو عاشوراء المحرم إسماعيل أنت إسكوس أبو حان دلول بابا أي ليك إسكت كينا يان أسألنا أمر إليه جعفر صادق قال ليري جعفر صادق قال وحيري التشفير من الإيمان إن ليس ليجي عاشوراء المحرم إيمان كفوزي عليه جعفر صادق غير والبن تفير بلا يوم أنا الشيخ ما رح يكسره وح كستوب بلا يوم ما رح يكسره إيمان كفوزي عليه ما أنت عاشوراء ما أنت يعني مركي اللي دلوا يسيد راح يصير فرين بن حلقة أيضا هي تقدر وحان ليه wadaad ka meesha riwaayada oo ka keenay ee kutubteena kaga taalaha soo qaday ila hadda waan sugeynaa sida qaar badan oo kalaba tan fariimo ugu diray ay u soo jawaabi waayeen waayo waa been aslanba wax jira ma ah marka wadaadka been hadii lagu qabto xageeb uu ka keenaya isagoon ba fadhi xoobay in atashfiru min al-iman riwaayad uu isagu abuuray weeye ma aha riwaayad kutubteena ku taala si oo la kaca ayuuna madrasada iyo taageerayaasheeda ugu been abuurtay labo erayga tashfiir ah macnaha uu adeegsaday oo ah isjeexjeexid ama dhig iska keenid maba aha asla tashfiir idinku ba baar qaamuska ka baar erayga tashfiir ah tashfiir oo maxay ahayd shafara oo faala masdar keediya macnihiisu ma aha isjeexjeexid ama dhig iska keenid sida isagu ku macneeyay marka markii sideedaba been laga baaraan deegan qofku uu sameeynay ee qaladaadkan oo kale ayaa ka soo baxay been uu ka baaraan deegan oo si oo la kaca uu u sameeyay ayuu marka iyadahayd abaabulay dabadeedna khaladkan weyn buu ku dhacay haddii marka aad u ogashay sheekhaaga inuu dadka kale ku been abuurto inaan anagu si cilmiyeysan isaga u radino maxaad u diidantay isagu inagu been abuurtay laakiin inagu ku been abuuran mayno si cilmiyeysan oo akhlaaqaysan oo anshaxaysan ayaan ma aragtay ugu jawaabeyna una radineyna waana sida daabigeenu yahay iyo dadka taageerayaasha madrasada Ahlulbeytka aba laakiin wax fara badan waxaan page-keeya idin la wadaagnay idinkula wadaagnay in wadaada fara badan oo been sheegay waxyaaba cajiibka waxaa ka mid a in qof sheekha oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisi baan faafinayaa leh dadka u sharxayaa leh inuu si oola kac been u sheego iyo sheekh beenaala waxyaabaha soomaalida ku batay ayay yihiin soomaalida keliya ma ah bilmunaasaba dunida islaamka aada bay uga jiraan gaar ahaan dunida islaamka ee madaahibta zaa'ifka ah ay lagu baahiyey madaahibta bugta lagu baahiyey marka intaasaan rabay inaan cadeeyo oo ah inaanan wadaadka been ka sheegin inaanan dhihin isaga ayaa qaba maxay ahayday inuu nabiga hooyadii ay mushrika tahay walciyaadu billah isagu waan qaba ma dhihin in isaga oo been sheegahaya hadda ka hor aan ku qabanay ilaa haddana uun jawaab keenin iyo inay sax tahay inaan radino oon u jawaabno waxba kuma jabno marka waxaad la buuqdaan ma jiro idinkana jawaab cilmiga la idinka rabaa waana sida cilmiga iyo akhlaaqda iyo anshuxiya هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.